نبقى مع الملف نفسه وننتقل إلى بوسطن، حيث ينضم إلينا إيثان دانسر الباحث والمستشار بمركز لندن للدراسات. أهلا وسهلا بك إيثان، وأريد أن أسألك عن التوقعات التي تشير إلى أن أسعار الرهن العقاري ستنخفض إلى أقل من 4% في عام 2025. كيف سيؤثر ذلك على أسعار المنازل في بريطانيا برأيك؟ مساء الخير وأشكرك لاستضافتي اليوم. نعرف أن أسعار المنازل نامت سنويا ب 2.4% في أغسطس هذا العام في أغسطس، وهذا مع تطبيق ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس، وتنخفض أسعار الفائدة وأسعار الرهن العقاري، لذلك أصبح المشترين الذين يشترون المنازل في المملكة المتحدة أكثر ثقة، وهذا يظهر اتجاه نحو زيادة في امتلاك المنازل في المملكة المتحدة. وأود أن أقول أن أسعار المنازل من المتوقع أن ترتفع وتواصل هذا أكثر من نموها برقم واحد، هذا لأن المنازل التي بها طاقة لها كفاءة قد تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة. على الرغم من انخفاض أسعار الرهون العقارية، أسعار المنازل ستزداد. إذا تحدثنا عن الطلب من المشترين في سوق العقارات، البعض يرى أنه قد يتأثر إذا ما أطلقت وزيرة المالية ريتشل ريفز مزيدا من الضرائب في الميزانية المرتقبة في أكتوبر المقبل. هل يتوقع اللجوء إلى ذلك في ظل الصعوبات الاقتصادية في بريطانيا حاليا؟ نعم، ميزانية أكتوبر التي يتحدث عنها الجميع من حكومة ستارمر العمالية هي بسبب نقاد ثقب أسود من قبل الحكومة في الميزانية العامة، والتي أخبأتها الحكومة الماضية وأخفتها هذه الميزانية. بالتأكيد فيما يخص رفع الضرائب ستؤدي إلى استياء الكثيرين في الحزب العمالي، والكثيرين يدفعون للوراء فيما يخص الضرائب المحتملة، وكذلك تخفيضات في الرواتب التقاعدية. وبعد قول هذا، أعتقد أن نسبة من الاهتمام الأجنبي في السوق المنزلي في المملكة المتحدة وكذلك محليا ليس عليه أن يشير أن سوق المنازل سيتباطأ على الإطلاق. الآن نرى انخفاض للمعدلات فيما يخص السوق الخاصة بشراء المنازل، ولا أعتقد أن أي ميزانية في شهر أكتوبر ستعرقل الزخم بأي طريقة ظاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من بوسطن إيثان دانسر الباحث والمستشار بمركز لندن للدراسات.